السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله كيوصلكم هذا الفيديو ويليكم كيامل بصحة وعافية يا ربي. صباح الخير لكم الحبيب الزينين، صبحتكم بالربح والصحة والهنا. اليوم جيت نشارك مع الحبيب الزينين وسمعوا لهذا القلب على زيدنا فيها، راهم في كيما نقولوا راهم في الكوزينه. ها الحبيب الزينين قلت لكم اللي عندها لي زينتي ما تشوفش الخير. واحد الاخت قالت لي حاضرين على، يعني انا من نوضش بكري، قالت لي ما نوضش بكري وما نصليش صلاتي في وقتها ومن وقت كيما نقول. ها الحبيب الزين شوفي كيما قالوا ناس بكري، واحد الاخت بكري كانوا بكري كانوا يحكي تحكي مهاتنا وجداتنا. قالت لها يا ما فاتوني بالزين، قالت لها هذاك ما عطاك ربي. قالت لها فاتوني بالكثره، قالت لها يا بنتي فوتيهم بالبكره، شوفوا البكره راه فيها بركه. على هذوك الحباب الزينين انا راكم تشوفوا تقولوا البيت راحت فيها البركه، ما كاينش فيها البركه. عليه الناس ما يصبحوا راقدين، يعني راه درك غير الجيل تاع بكري برك اللي يصبحوا نايضين يدوا يصلوا صلاتهم ويطيبوا ديك القهي. والله الله ديك المخلطه في ديك البقريتش في ديك البريق كيما نقولوا، هيا ويصبحوا قاعدين قدام في الكوزينه. الله الله عليه بكري كانت البركه، بكري كانوا كاملين يصبحوا نايضين، ودروك راهم يصبحوا راقدين. ويقول لك بعد صلاه الصبح راه كاين ملائكه تحرسني في الليل تطلع بعد صلاه الصبح، وتجي ملائكه اللي تحرسنا في النهار. هذيك الملائكه اللي تجي طالعه اللي تخلي كيما نقولوا تخليه اللي تخليه راقد راه يبقى راقد، واللي تخليه قاعد راه يبقى راقد. والملكه هذيك اللي تهبط اللي تلقاه قاعد تبدا تقسم الى رزاق. نقولوا البكره مليحه الدار اللي تلقاها كيما نقولوا الانوار شاعلين الاضواء وقهيوه طايبه ومولاتها مصليه الصلاه في وقتها، هذيك راه تدير فيها البركه وتوقع فيها البركه وكيما نقولوا يجي فيها رزق كثير. والبيت اللي تصبح راقدة كيما نقولوا الأضواء طافيين وكامل راقدين هاي تبقى راقدة. هذه نقول لكم الحب الزين على هذيك البركة دوك راحت من منوض تاع بكري. ها أختي نقول لك شوفي كي دوكا كيما نقولوا في الصيف كانت الفجع الستة الخمسة كيما نقولوا ثلاثة ونص، ثلاثة ونص كي تنوضي تصلي صلاتك عاودي رجعي رقدي وريقلي كيما نقولوا تليفونك كيما نقولوا على السبعة عاودي نوضي. بصح كيما دوكا الحق المشتى، المشتى دوكا راه الفجر كيما نقولوا الخمسة وشي نقول خمسة وبزيادة، خمسة وقيلة وعشرة ولا الخمسة وربع، كي تنوضي الوحدة تنوض تصلي صلاتها، تصلي صلاة الفجر هذوك ركعتين تاع السنة، وقعدي واحد ربع ساعة ولا 20 دقيقة كيما نقولو الذكري فيهم الله سبحانه وتعالى، ولا الصلاة على الإبراهيمية ولا الصلاة على النبي، ومن بعد تصلي صلاة الصبح وقراي ما تيسر من القرآن الكريم. اقراي ما تيسر من القران الكريم ورجعي لبلاصتك تكيسلي تولي السبعه. دوك راه وليدات كيرجعوا الوليدات يقراو على السبعه نوضي طيبي قهوه لوليدك وجلي لهم فطورهم. وين نقول لك اللي تنوض بكري شوفوا هذوك على 11 تكوني مكمله صوالح حياتك كي تكملي سوا كيما نقولوا كي نطي تصليتي صلاتك في وقتها وقريتي ما تيسر من القران الكريم، شوفي تحسي النهار فيه البركه، تحسي جسدك الجسم تاعك تحسي خفيف. لخاطر عليه لصلاة الفجر بحد ذاتها راها بركة، اللي صلي صلاة راها فيها عظمة كبيرة يا الحبيب الزينين. كي تنوضي تصلي صلاتك وتقراي ما تيسر من القرآن الكريم، دوكا راه المشتى ما ترجعيش ترقدي كيما نقولو ترجعي غير تكسلي وتلحق السبعة نوضي كيما نقولو طيبي قهوة لوليدتك وجدي لهم فطورهم كيما نقولو باش يفطرو مليح باش يروحو يقراو يركزو مع قرايتهم. وانتي نوضي لصباح حياتك غسلي مو عينيتك تاع كيما نقولوا غسلي مو تاع الكوزينه، خملي كوزينتك طيري فطورك يطيب غداك يطيب. هيا من بعد روحي روحي كيما نقولوا الصالو، الصالو تمشي كل يوم ترفديه الا اذا جاوك ضياف ارفديه، اذا ما جاوكش ضياف خليه مسكر ما تخليهش كيما نقولوا كل يوم صحتك تروح غا في التسييق وتروح غا في الغسيل وتروح الصحه لا راحت. ما يردها طبيب ما يردها هدره. هذه نقول حبيبتي شوفي عودي روحك على المنبر بكري، شوفي سمانه ولا سمانتين تكوني تريقلي التليفون ومن بعد تعلمي وحدك توالفي وحدك توالفي وحدك تبداي يلحق الوقت يلحق الوقت تاع صلاه الصبح ولا صلاه الفجر تنوضي وحدك. كامل كوني هكاك والعادي الحبيب الزينين لا كامل كوني هكاك هيا من بعد غير توالفي تولي وحدك تفاطني ربي لي على بالها بكلش. لا شوفوا الاذان الاول هيا هو اذنوا وحنا نفحتنا ونوض نتوضا ونصلوا صلاتنا ونقراو ما تيسر من القران الكريم. واللي عندها شغيلات كي تنوض بكري تكملهم بكري قبل ما كيما نقولوا قبل ما تلحق صلاه الظهر تكوني مكمله كيما نقولوا مغاديه وليتاتك وغاسله مو عينيتك، ولا عندك قش تاع غسيل تكوني غاسلاتيه، ولا عندك تيشيرت تكوني غاسله قبل ما يخلص قبل ما يلحق الظهر تكوني كامل مقاضيه صوالح حياتك. والنهار يجي فيه طويل تحسي النهار يجيك طويل وتحسي كيما نقولوا ربي عاطيك البركه في خدمتك. هاني نقول لك بصح كي تصبحوا راقدين يا الحبيب الزين شوفوا
خاطر الواحد كي نصبحو غير مرضى. كيما قلت لكم الحبيب الزينين، نهار اللي تصبحي مريضه وتشوفي الربوج محطوط وطايحه في الفريش، تقولي لو كان غير ترجع لي صحتي ايوا نوضع الخمسه ونقضي طوال حياتي ونعطي حق ربي وتكوني معنيه. لا خاطر كيما كامل نعرفوا لا بيكم بلي ربي سبحانه وتعالى راه يحاسبنا على صغورنا. وين درني علاش يا بيبنا كيما نقولوا الواحد يصلي مادامها صغير ويعبد ربي مادامها صغير ويصدق مادامها صغير ويدير خير مادامها صغير، ايا كي نكبر ربي كيما يقول لك كي نكبر فوق السبعين يقول الواحد ما يقدرش يدير حتى حاجه. نتمنى الاخت اللي قالت لي ديرينا الاستيقاظ بكري، لان الاستيقاظ بكري راه فيه بركه للدار، فيه بركه للصحه، فيه بركه في الوقت، حتى الوقت يكون عندك بركه فيه وتقضي صوالحك كامل وتكملي كامل. وصورتو كيما دوكا مدخلو وليداتنا للدخول المدرسي لازم نوضو بكري، توجدي لهم فطورهم تاع الصباح باش في القسم ديالو يكون عندهم التركيز، توجدي لهم اللوم تاعهم صورتو اللي يكونوا اللي كوليات بعاد عليهم هكذا، وتكوني كيما نقولوا قايمه بواجبك كيما يقول لك تكوني خادمه الدنيا وخادمه الاخره. ربي قدرنا اجميع اللي فعل الخير، وان شاء الله كامل نوضو بكري والاستيقاظ بكري فيه بركه ديما. كون تبعوا ناس بكري الانسان يربح، هذه نقول لحبيب الزينين. نتمنى الاخت اللي قالت لي الاستيقاظ بكري تكون هذا الموضوع يكون نال اعجابكم يا لحبيب الزينين، وربي يشفي جميع المرضى وربي يرحم موتانا موت المسلمين اجمعين، واللي عندها غريب الله يرد لها سالما غانما يا رب العالمين، واللي متمنيه الذريه الله يحل حزامها الله يرزقها بالذريه الصالحه عاجلا غير اجلا يا رب العالمين، واللي راكم متمنين سكنه ان شاء الله كامل ما تخلصش 2024 ويفرحكم في سكنه ان شاء الله رمضان 2025 كامل، ديروا في سكينكم جديد يا لحبيب الزينين وتجوا تفرحوني في التعليقات. واللي هاي متمنيه خدمه ليها ولا المولا بيتها ولا لبنتها ولا لوليدها، ربي ان شاء الله يرزقكم خبز حلاليه يا لحبيب الزينين. كيما كيما نقول لكم خبز حلاليه ويكون عندك قبر الدنيا، ما تحوسي حتى لحاجه، شوفي لا ما تعشيتيش تتغدي ولا ما تغديتيش تتعشي، وهذه هي الحبيب الزينين. وان شاء الله ربي يفتح لكم بيبي الخير وربي يرزقكم من حيث لا تحتسبون، واللي في خاطر حاجه رجل ولا امراه الله يحققها لها عاجلا غير اجلا يا رب العالمين. وكيما قلت لكم تبعوا ناس بكري، ناس بكري راها كي تحكي معاه شوفي الهضره تاعهم فيها العبره، تدي من هي العبره يا لحبيب الزين. والمنواض بكري راه مليح، شوفي الدار تكون فيها البركه يا لحبيب الزين، شوفي صدقوني الصوالح كي تشريهم المواد الغذائيه دوك تشريهم كي تنوضي بكري توقع فيها البركه. القهوه لك تكون كل تقعد لك بطاطا قهوه ثمنية، كي تنوضي بكري تلقاها تقعد لك 12 يوم لحبيب الزين، وهذه عن تجربه. هذه نقول لحبيب الزين من الاستيقاظ بكري كيما نقولوا حنا بالعاميه، كي تنوضي بكري ربي راه يبارك لك في دارك، يبارك لك في الشهريه تاع مولا بيتك، يبارك لك في وليداتك، يبارك لك في رزقك، يبارك لك في صحتك، يبارك لك. كيما كنت تشوفوا العلماء يقول لك الانسان لازم قبل عند الفجر لازم يكون قاعد ما يكونش راكد. هذه نقولها لحبيب الزينين، ان شاء الله ربي يقدرنا كامل ونوضو بكري نصلوا صلاتنا في وقتها ونقرا ورد من القران الكريم. ايوا تنوضي لوليداتك دوكا راهم القرايه تاع ليكول، القرايه وقت القرايه تنوضي دير لهم كامل واش يبغوا يدو معاهم، واللي عندها وليداتها صغار تمشط لهم شعورهم وتلبس لهم حوايجاتهم، هذيك هي تجي مع الثمانيه ولا الثمانيه غير هكاك. نتمنى ان شاء الله ربي يوفقنا للخير. هذه نقول احباب الزينين، وفي الاخير ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، الى الملتقى الى فيديو جديد والى نصائح جديده ان شاء الله. ما تنسيونيش بدعوه خير في ظهر غيب، وشهدوا الله ان احبكم في الله، اللهم يفارق الحبه والنوى، اعطني واعطي لكل انسان منا ما نوى، اللهم ارزقني واياكم سعاده الدارين. يا الحباب الزينين اتهلاو في بعضكم بعض وتهلاو في الوالدين وتهلاو، شوفوا ما تجرحوش بعضكم بعض لخاطر الكلمه اللي تجرح راه ماشي مليحه، اتجبروا خاطر بعضكم بعض، ربي يجبر بخاطرنا. راكم تشوفوا ربي كيفاش راه عطانا هذا الشتاء، ان شاء الله تكون شتاء تاع رحمه لينا وللارض وللحيوان. تبقاو على خير يا ناس الخير.